الاسم المخدرات، العنوان طريق للانتحار، الضحية بشر مثلنا ضعف ذات يوم، موت بطيء لا تصله حتى يسلبك صحتك وعقلك وكرامتك. وحينما تصبح مجرد خيال باهت لإنسان تائه يتوسل طريقا إلى النور في غابة من الظلام الحالك، تنظر بعينين غائرتين إلى ماضيك الذي أهلكته فتبكي، وإلى مستقبلك الذي أضعته فتجن. فمن تراه يفكر لحظة أنه أكبر من أن يقع في هذه النشوة الكاذبة، وهو يعلم أن مصيره إلى خراب. ساذج وأكثر، من لا يعتبر بمن كانوا ضحايا لهذا المنكر الذي لا يقبله دين ولا عقل. ساذج من تأبط سيجارة ملغمة، أو زجاجة محرمة، أو فتح كفيه يستلم حبيبات الموت يلقيها في جوفه، لا لينسى أنه يعاني، ولكن لينسى أنه بشر يسعد أحيانا ويعاني أحيانا أخرى. لحظة ضعف واحدة يمكن أن تصل بنا إلى هذه الطريق، ولحظة يقظة واحدة يمكنها أن تنقذ من ضاع في هذه المتاهة. أنت يا من يسمعني الآن، لا تكن ضحية وصيدا سهلا للمخدرات فتهلك. وماذا تفعل لو أن عزيزا عليك أو قريبا لديك أو صاحبا تحبه أدمن هذا الوباء؟ ما رأيك أن تكون جزءا من سد منيع يوقف أو يقلل من أضراره على أبنائنا، وفي ذلك حماية لمستقبل الإنسان والوطن؟